يا ابني يا كمال، انت ما قصرت ابدا، عملت اللي عليك تجاه رهف واكثر. انت شو عم تحكي عمي؟ انا ما عملت شيء، هذا واجبي. رهف مرتي. انا هالكلام بعرفه منيح، بس انت كمان ضابط وعليك التزامات وواجبات تجاه وظيفتك وما لازم تهملها ابدا. لذلك من بكره الصبح بتنزل على شغلك، ومن ناحيه رهف ما تاكل اي هم، انا راح اكون جنبها وراح الاقي حل لانه نضل جنبها وناخذ بالنا منها اكثر. بس عمي كمان انت عندك التزامات؟ كمال انا هيك بكون مرتاح. ماشي مثل ما بدك. تصبح على خير يا ابني. تصبح على خير.